السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة اعمل عطر، أهلا بيكم في فيديو جديد ومنتج جديد. هو مش جديد النهارده، ولكن هو منتج اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن جاي أتكلم وأكد نفس الكلام اللي قلته عليه أول مرة، إن هو المنتج ممتاز واستخدمته أكتر من مرة وأنا مستمر عليه وبجيبه بشكل مستمر. المنتج دوت هو جل الشعر شفا. جل الشعر شفا يا جماعه من الحاجات الجميله، هو صناعه تركي طبعا. دي العبوه الكبيره، كنت وريتكم انا في فيديو قبل كده العبوه بتاعته الصغيره. العبوه بتاعته الصغيره كانت تقريبا حوالي 5 ريال، يعني حوالي دولار وربع او دولار و30 سنت. العبوه ديت اللي هي الكبيره وحجمها بتيجي كم ملي، 500 ملي، دي حجمها 500 ملي زي ما انتم شايفين الجل، تمام. والاصفر دوت للشعر العميق اللامع هولد اند شاين، يعني مثبت وملمع في نفس الوقت، تمام. عايزين نشوف المكونات بتاعته برضو عشان نشوف حكايه السيليكون والبرابين. تعالوا كده نشوف المكونات، بس لحظه البس النظاره لان الحروف بتكون صغيره جدا ما اقدرش اشوف غير ديت. طيب المكونات بتاعته: ماء، إيثانول أمين، كاريومار، عطر بي إي جي 12، دي ميثيكون، فينوكسي، إيثانول، في بي في آي، كوبيليمار، كوبوليمار، بنثانول، إيثيل هيكسيل، جليسرين، تمام. تلك شعرك جافا او مبتلا بالجل ثم قم بعمليه التجميل، تمام. دي المواد اللي موجوده في الجل دوت. طبعا هو صناعه تركي، منتج ممتاز جدا ورائع، انا بستخدمه لمرات او لفترات طويله او بشكل مستمر، ولكن انا في ملاحظه طبعا، ما باجي استخدم نوع من انواع الجل ما بستخدموش لحاله، بستخدم دايما معاه نوع من انواع الكريمات، والكريمات الكويسه كمان زي كريم بديل الزيت من لوريال، كريم الفيف من لوريال، دي من الحاجات اللي انا بستخدمها كمان مع الجل. ازاي؟ بحط الاثنين على بعض، فعلا بحط شويه من الجل وشويه من الكريم دوت وبدلك بيهم الشعر، بيطلع كده هو زي ما انتم شايفين، تمام، شعر كبير شويه من وجهة نظر يعني. بس فبستخدمهم الاثنين مع بعض بصراحة، ما بشتغلش الجل لحاله ولا الكريم لوحده، كل واحد بيبقى ليه خاصية كده مميزة بيسيب الأثر بتاعه على الشعر. يعني بالنسبة للكريم بيدي الترطيب اللي أنا محتاجه واللمعة كمان الكويسة اللي ممكن أكون محتاجها في بعض الأوقات، والجل بيدي عملية التثبيت وإن هو ما بيخليش الشعر هش. يعني فكرة الجل ده بالنسبة لي أنا مش محتاج تثبيت. خد بالكو إن الكريم إلى حد ما بيوقف عملية التثبيت أو بيفصلها، فأنا بس اللي بحتاجه من دوت إن بيدي المظهر أو اللوك بتاع الويت لوك اللي هو الشعر المبلول كده هو، وإضافة إنه بيديك برضو المظهر الكويس، فالاتنين إلى حد ما بيكملوا بعض في الاستخدام، سواء الكريم أو سواء الجل، والاتنين أنا بنصح بيهم. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب تحت الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم، إلى أن نلتقي في فيديو جديد.